النجم المغربي حكيم زياش أدلى بتصريحات عظيمة جدا 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 لقناة ماركا، تصريحات أسعدت المغاربة كثيرا. أكد زياش من خلال تصريحاته أنه ينتظر المونديال بفارغ الصبر ليكتب تاريخ غير مسبوق مع منتخب أسود الأطلس. كذلك أكد زياش أن المنتخب المغربي حاليا منتخب قوي، ولكن المنتخب المغربي كان مع هيرف رينار الثعلب الفرنسي أفضل وأقوى بكثير جدا 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 جدا. اليوم رد هيرف رينار على زياش بتصريح تاريخي. كذلك ماذا قال هيرف رينار عن عودته للمغرب؟ كذلك شن هيرف رينار هجوم ناري على خليلو زيتش. كل ده من تفاصيل هنعرفه من خلال هذه الحلقة، ولكن ادعمني شرفني نورني بلايك واشتراك وفعل زر الجرس وتابع معانا الحلقة حتى نهايتها يا متابع يا عظيم. هيرف رينار الثعلب الفرنسي شن هجوم ناري وفتح النار على وحيد خليلو زيتش، وأكد بأنه مدرب ضعيف الشخصية وضعيف الفنيات، لا يستحق تماما بأي شكل من الأشكال تدريب منتخب عظيم ومنتخب رائع زي المنتخب المغربي. أيضا هيرف رينار عبر عن سعادته بعودة أسطورة الكرة المغربية حكيم زياش إلى المنتخب المغربي، وعن عودته للمغرب أكد هيرف رينار أنه يتمنى يوما ما أن يعود مرة أخرى كمدرب لمنتخب الأسود.